البنات مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. لأول مرة البنات غادي تشوف القناة ديالي مرحبا بها وما تنساش دير اشتراك في القناة وتدعمني بلايك وتخلي لي تعليق. هنايا البنات جيت غادي نوجد معكم ديسير بالروز. كان كي صراحة كيوجد كنديروه بالروز كيجي زوين بزاف، كيجي على شكل ديال ياغورت. اول حاجة غادي نبدا بها وهي لي فخوي روج. هنايا لي فخوي روج شنو عندي فيهم؟ انا عندي هادو كانوا عندي في كونجيناتور، هنا فيه عندي فيه الفريز، عندي كاسيس، فرومبواز، عندي داك فيهم حب الملوك، يعني مخلطين هاد لي فخوي روج. الا ما عندكمش البنات لي فخوي روج تقدروا ديروا الفريز بوحديتو. هنا عندي 450 غرام ديال هاد لي فخوي روج، غادي نديرهم هنايا في الكاسرونه. وعندي 100 غرام ديال السكر سنيده، وعندي نص كاس ديال العنبه ديال الماء هكا. غادي ندوز غادي نديرهم يطيبوا، يعني انا محتاجه هاد لي فخوي روج ديالي هما الاولين باش يطيبوا، وغادي نطحنهم وغادي نخليهم يبردوا. عاد غادي ندوز نوجد معكم الطريقه ديال باش غادي نوجدوا الرز، وغادي في نفس الوقت نعطيكم المقادير. دابا غادي ندوز باش غادي نطيب هاد لي فخوي روج ونرجع معكم نعطيكم المقادير ديال البنات. ها هما لي فخوي روج ديالي بعد ما درتهم كيطيبوا، غير كتبدا معاهم الغليه الاولى كيبداو هكا يغلاو، صافي كنبدا نحسب ليهم 15 دقيقه، يعني ربع ساعه كيبقاو كيطيبوا صافي. من بعد كنطفي عليهم وكنطحنهم. لي فخوي روج ديالي طابوا، دابا غادي ندوز باش غادي نطحنهم هكا بالميكسر. دابا غادي ندوز باش غادي نصفيه هنايا صفاية. بعد ما صفيتو هانتوما كيف ما كتشوفو كيجي هكايا، دابا غادي ندوز نغطيه فيلم اليمونتير وغادي نخليه يعني حتى يدفى شوية. عاد غادي ندخلو التلاجة. غادي نغطيه يعني هكا بهاد الشكل كيف ما غادي تشوفو. بحال هكا دابا غادي نخليه حتى غادي يدفى، عاد غادي ندخلو الثلاجه كيف ما قلت لكم يبرد، وغادي ندوزو باش نوجد معكم طريقه ديال الرز بالحليب ديال الكوكو والكريم ديال الكوكو اللي كيجي قلت لكم على شكل ياغورت، وحتى البنه ديالو غزاله بزاف وبنين بزاف، يعني ما غاديش تندموا عليه الا جربتوا هاد الديسير هذا. ونرجع معكم ما درت لي فخوي روج ديالي خليتهم يبردوا. دابا غادي ناخذ هنايا عندي نسيترو ديال الحليب ديال الكوكو، غادي نديرو في الكاسرونه. وعندي 110 غرام ديال الرز، وعندي كاس ديال لا كريم فريش بالحق ما غاديش نديرو دابا، هذا غادي نخليه على جنب باش غادي نطلعو شونتيي. وعندي كاس ديال الحليب، يعني كاس بحال هكا تقريبا كاس العنبه،
وعندي كاس ديال لا كريم ديال الكوكو. يعني هنا درنا نسيترو ديال ديال الحليب ديال الكوكو وكاس العنبه ديال الحليب عادي وكاس ديال الكريم ديال الكوكو. غادي نزيدو عليه حتى هو هكا صافي. وغادي ندوز نديرهم فوق البوطه غادي حتى غادي يطيب معنا هذا الروز. في الاخر ملي غادي يطيب عاد غادي نزيد عليه 80 غرام ديال السكر ديال السنيده. هنا غادي ندير عندي جوج معالق صغار ديال السكر الفاني غادي نديرهم حتى هما دابا. يعني غادي نخلي غير سنيده 80 غرام ديال السنيده حتى غادي يطيب الروز عاد غادي نديرو. وعندي كاس ديال كريم شانتيي لا كريم فريش اللي غادي نطلعو شانتيي هذا حتى هو غادي نخليه حتى الاخر. يعني حتى غادي يطيب الروز وغادي نخليه حتى غادي يبرد عاد غادي نزيدو عليه. يعني كيف من بعد ما نطلعو شانتيي عاد غادي نزيدو على الروز. دابا غادي ندوز ندير الروز ديالي فوق البوطه يطيب ونكمل معاكم المراحل التاليه. هانتوما يا البنات كيف ما كتشوفوا ها هو بدا كيطيب الروز. انا سمحوا لي البنات نسيت ما قلت لكمش على النوعيه ديال الروز. هذا الروز النوع ديالو اللي كيكون داير ماشي داك البسماتي الطويل. يعني هذا الروز الابيض اللي كيكون داير. هانتوما كيف ما كتشوفوا ها هو بدا كيطيب. انا راني ناقصه عليه البوطه مزيان هانتوما يعني راه ما كتبانش لكم كاع يعني ناقصه عليه بزاف بزاف. صافي غادي نخليه هنايا يكمل الطياب ديالو. يعني كياخذ معايا الطياب هنا 20 دقيقه حتى نص ساعه. كنخليه على عافيه مهيله بزاف كنخليه يطيب على خاطرو وعاد غادي نرجع معكم نكملوا المراحل التاليه. هانتوما البنات بعد ما طاب ها هو الروز ديالي طاب. شوفوا كيفاش راه شرب مزيان داك الحليب ديال الكوكو ولا كريم والحليب عادي ها هو يعني راه شرب مزيان وطاب. دابا غادي نزيد عليه 80 غرام ديال السكر سنيده وغادي نخليه واحد دقيقه هكا يزيد شويه فوق البوطه واحد دقيقه هكا تقريبا صافي. وغادي نطفي عليه وغادي نخليه يبرد مزيان عاد غادي ندوز باش غادي نديرو في الكيسان ديالي. هانتوما البنات بعد ما زدت كيما قلت لكم زدت عليه 80 غرام ديال السكر سنيده خليته هنا واحد دقيقه صافي. وغادي نخليه هنايا حتى غادي يبرد مزيان غنبدا نخليه حتى يدفى شويه وغادي ندخلو الثلاجه يبرد مزيان صافي. وغادي ندوز غادي باش غادي نطلع ديك الساعه ملي غادي يبرد لي الروز غادي نوريكم الطريقه كي غادي نطلع لا كريم شانتيي ديالي وعاد غادي نزيدها ليه. في هذه الاثناء هذه دابا غادي نطفي عليه صافي وغادي نديرو في الثلاجه يبرد ونكمل معاكم المراحل. لا كريم فريش غادي نطلعوها بحال بشكل الشانتيي. الشانتيي ديالي طلعتها دابا غادي نعاود الرز خرجو من الثلاجه بعد ما برد مزيان. هو هذا كيجي بهذا القوام هذا اللي طايب بالحليب ديال الكوكو كريم الكوكو والحليب كاس ديال الحليب حتى هو. غادي ندوز دابا غادي نديرو في هذا البول هذا هكا صافي. وغادي ندوز بقا ناخد هاد لاكريم شويه بشويه صافي. وغادي ندخلها مزيان في هذا الروز بحال هكا بهاد الطريقة. يعني من التحت للفوق بالشكل هذا البنات. غير جربوا هاد الوصفه راه غزاله بزاف وبنين هذا الروز
انا كنشوف من راسي والله العظيم كنمشي بعد المرات اللي مكازا كنبغي نشري وكنلقاه غالي داير 2.50 يعني تقريبا 500 ريال البو صغير ما فيه حتى حاجه الصراحه. قلت لها علاش ما نبقاش نديرو هكا في الدار حسن ونفس المذاق. فين كتكملو بهاد الطريقه يعني من تحت للفوق بهذا الشكل. صافي بارك عليه. دابا غادي ندوز باش غادي نعمرهم في الكويسات ديالي هم يعني غادي ندير غير النص ما غاديش نعمرهم بزاف. وها لي فخوي روج ها هو دابا المبرد حتى هو مزيان. هنا غادي ندوز نبدا نعمر هكا ونبقى نضغط هكا باش ما يبقاش شي فراغ وسط من الكاس هكا. غادي نبقى هكا نقاد انا هنا وقيله غادي ندير غير ثلاثه ديال الكيسان ندير غير ثلاثه باش يجيوني هما هذوك مقادين. بحال هكا كنضغط باش نقادهم. كنقدم هكا مزيان نعاود نقدم هكا بمعلقة صغيرة ندوز باش غادي ندير لهم لي فخوي روج من فوق بهذا الشكل. هانتوما البنات شوفو كيفاش كيجيو صراحة كيجيو رائعين بزاف. هنا غادي ندخلهم التلاجة نخليهم واحد ساعة في التلاجة صافي ونقدمهم بصحة وراحة.
وهو الديسير ديالنا البنات بعد ما وجد كيجي بهذا الشكل هذا. ما نقولش لكم على المذاق ديالو البنات، جربوه راه ما غاديش تندموا عليه. المذاق ديالو زوين بزاف، اللي من عشاق الحليب واللي من عشاق الحليب ديال الكوكو راه هذا الديسير صراحه زوين بزاف. وكنقدموا لكم بالصحه والراحه والسلامه عليكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.